البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غنقترح عليكم واحد كوكيز بالشوفان والبنان. غنا المقادير غنحتاجو، عندي هنا 5 البنانات شويه طيبين، وغنحتاجو زلافه ديال الشوكولا بيباسو شوكولا على كان سينو شوكولات اسود، ونقطعو طريفات صغار. وغنحتاجو واحد تقريبا واحد معلقه ونص كبيره ديال العسل، وغنحتاجو زلافه ديال الشوفان. هذا عندي الشوفان رقيق، اللي باغي يدير حتى الغليظ ما كاين حتى مشكل. اول حاجه غادي نبداو البنات، غادي نشدو البنان وغادي نمعكو مزيان. دغيا كيتحضر كيجي زوين. ملي كنمعكو البنان كنضيفو الشوكولا، كناخدو الشوكولات كنضيفو، وكنضيفو الشوفان زلافة الشوفان، وكنزيدو معلقة ديال العسل، معلقة ونص، أنا درت معلقة ونص ديال العسل. وكنشدو هاد العناصر كلها كنخلطوها. كنحصلوا على هذا الخليط. هذا نبدا البنات، الا بغيتو كثر ضعفوا المقادير. دابا غنخشى في الفران، غنخليه واحد 10 دقائق ونرجع معكم. ها انتم البنات، ها الكوكيز ديالنا كيجي بهذا الشكل، كيجي لين رطب وزوين. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه. الى اللقاء. هما البنات لي كوكيز ديال الشوفان، بعد خرجنا من الفران كيجيو بهذا الشكل هذا. نتمنى تعجبكم هاد لا غوسيت. الى اللقاء، ما تنساوش ديروا لايك ودعموني. شكرا، بسلامه.